وطبعي أترجاك وأحمي جبيني وحده ربي يأمر على راس وعيني. لك وينك إذا ناوي تحرك قلبي بكحلة عينك؟ وينك إذا غير عيوني حلمي راود ليلك؟ وينك أكد ساعتها إنك ما ترتاح النهار؟ وينك؟ أول شيء مشاركتي بهالبرنامج مثل ما قلتي صار يعني هو بيتي بالاساس، وصرت هلا عم كون ضيف على هالمسرح، وكل ما وقف عليه بيكون في هيك عنده طبع خاص وعنده مشاعر خاصه فيه. بحبه كثير وبحب هالجمهور وبحب هالمطرح بالذات. استقلال، انا بنبسط كثير انه العالم بتشوفني بهالنظره، يعني بتشوفني حدا بقدر وصل صوره لبنان، بقدر اكون عم شارك بحلقات للاستقلال، وهذا اكيد بفضل لبنان رح يرجع، وبفضل هالاغنيه اللي كل العالم حبتها وتفاعلوا مع الناس بطريقه حلوه. بقى بشكرهم انه شايفيني بهالايمج الحلو اللي انا مبسوط فيها، وهالمسرح بحبه كتير وبحب هالجمهور كتير. براسي ولما تشكي لي نعناد الصخر القاسي. الطلاب السنة الملفت فيهم الاختلاف، يعني كنت عم بقول انه في اكتر من لون تقريبا، يعني في اللي بغني الانجليش، اللي بغني العربي، الموال، الشعبي، فرنش، كذا، يعني اكتر من لون. هيدا اللي بيميز يمكن السنة اكتر عن غيره. تحرك قلبي بكحلة عينك ويلدك، اذا غير عيوني حلمي راود ليلك ويلدك، اكد ساعتها انك ما ترتاح نهار. اصواتهم حلوة، واهم شيء يشتغلوا حالهم، يعني يكونوا هيك يضلوا قراب، يضلوا متواضعين ويجتهدوا. اهم شيء اذا غير عيوني حلمي راود ليلك ويلدك، اكد ساعتها. بقول لهم شغله، في شغلتين هن مفتاح النجاح: التواضع والجهد. يعني كل شيء بيشتغلوا اكثر كل شيء بيوصلوا. جديده ويلك، هلا غنيت ويلك، رح نغنيها اليوم بالبرايم، هالاغنيه الجديده السنجل. وغير ويلك حفلات، هلا تور امريكا عم يتحضر، راس السنه بلبنان. حابب شوفك كل ظروفك. تويتر، فيسبوك، انستغرام، هدول ثلاثه عندي. تويتر الاوفيشال انا جوزيف عطيه، هيدا انا على تليفوني، انا بتحكم فيه، ولا حدا بيكتب. انا بكتب تويتس، انا برد، انا بعمل ريتويت. انستغرام كذلك الامر، عطيه @TIEH_Joseph. كمان انا على تليفوني الصور كلها انا بنزلها، وكلها انا بنقي الالوان، وانا بشوف اللايكس وبشوف الكومنت. مهمه لانه هلا صرنا بعصر السوشيال ميديا. انك ما ترتاح النهار. بقول لهم نحن هلا صرنا بنص البرايم تقريبا، لهلا الجو كتير حلو، ومثل العادي يعني بشكر الله هيك محبه هالناس، يلي كل ما اطلع على المسرح بحس بهالطاقه المش طبيعيه. بدي اقول لهم انه كثير مبسوطين، وان شاء الله نكمل هيك، وان شاء الله يكون البرايم هيك على ذوقكم وتحبوه. فانز على تويتر وعلى انستغرام بدي اقول لهم بحبكم كثير، وهذا هيك اللي عم بقول لهم. ان شاء الله هيك بنضل مع بعض سوا على السوشيال ميديا، بتعرفوا كل اخباري، وانا عم شوف كل الكومنتس تبعكم اكيد، وبحبكم. ثانك يو. قالوا تدري ايشك عامل بيه.